السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم فيروز شعل. فاليوم كما شفتوا في العنوان جينا نحضروا معكم واحد الطاجين بالخرشوف المبتدئات البنيات. يلا دخلوا الكوزينة الدراري اللي تبغيو طيبوا اللي تكونوا بعادين على والديهم الظروف ديال القراية ولا الظروف ديال العمل، فتبغيو يديروا بحال هذا النوع الطويجنات اللي تيكونوا تحرموا منهم الا بعدوا من ديورهم، فراه تيعيهم الماكله ديال الزنقه وتيبغيو يديروا بحال هاد الطويجنات فما تيكونوش عارفين ليهم، تيبغيو يعتمدوا بحال هاد الفيديوهات. فحنا راه الاشاره نوريوكم كي تنخدموا هاد الطاجين هذا، فراه تيجي واحد الطاجين اللي هائل صحي. كما تتعرفوا الخرشوف راه مهم، راه زوين الخرشوف للجهاز الهضمي والجهاز الجسم ككل. ونبداو معكم على بركه الله. فالخرشوف انا مازال ما بينتوش معكم دابا، نخليوه نخدمو مرحله مرحله، ردوا طويجين معانا يتشحر ورجعوا نقيو الخرشوف، نوريكم حتى الطريقه ديال التنقيه وهذا الشيء اللي كاين. نبداو على بركه الله ونبداو على بركه الله. فحنايا تنسبقوا البصله، تنخدموا البصله بهذه الطريقه، تنقطعوها هاد على شكل هلاليات رقاق، ونستمروا في التقطاع حتى تنكملوا البصله. فانا خدمت بالبصله هنايا تقريبا واحد اربعه البصلات، واحد البصيله اخرى صغيره، المهم بحال قلتي اربعه كبار. تيبغي هذا النوع ديال الطواجن ديال الخرشوف تيبغي البصله، انا تندير ثلاثه هنايا تنقشرهم يتشحروا معاه، وواحد جوج اخرين تنخليهم للتزيين. تنضيفوا اللحم، اللحم نتوما على حساب شحال بغيتوا ديروا. تنضيفوا شويه الربيع وشويه تنخليوه للتزيين، هذا الربيع خليط بالقزبر والمعدنوس. وتنضيفوا الطماطم، من الاحسن انا تنقطعها بالقشره ديالها، ما تنديرش ما تنرميش القشره، وفي حاله حتى الا قشرتها فانا تنجمع القشره كما وريتكم في واحد الفيديو سابق، رانا خدمت بها لاصوص، لاصوص طوماط، راه جات واحد لاصوص هائله، شي حاجه اللي زوينه بهاد القشره. القشره كلها فوائد ما ترميوهاش، فانا تنخدم بها مره مره هكا، مره تنقشر ونجمع القشره فراه تيصدق بها واحد لاصوص زوين. رجعوا تشوفوا الفيديو. فيها فوائد كثيره هاد القشره، حاولوا ما ترميوهاش كما قلت لكم. تمشيو معكم خطوة خطوة كما قلت لكم، هذا الفيديو خاص للناس المبتدئة، فراه واحد تيكون تيعرف الطاجين ولا شي سيدة تعرف الطاجين تيجي هذا الشيء تافه، ولكن الناس اللي ما تيعرفوش راه تيجيهم شي حاجة اللي كبيرة، فراه ماشي كلشي الناس عارفين. ديما ناخدو هذه بعين الاعتبار هذه النقطة. تنضيفوا التوابل اللي هي عبارة على الملحة، معلقة صغيرة الملحة ونص معلقة بزار، نص معلقة سكنجبير ونص معلقة خرقوم ونص معلقة تحميرة. وتنضيفوا تقريبا واحد ربع ديال الكاس زيت المائدة، نص ربع عفوا ربع كاس صغير من زيت المائدة، ونخليه يتشحر، نجهدو عليه حتى يتشحر مزيان، ونشوفوا معكم المرحلة الموالية. ونبداو معكم على بركة الله التنقية ديال الخرشوف. فأول حاجة تيكونو عندنا هاد البليصات هادو، تنحيدوهم هما اللولين، تلقاو فيه شي بليصات هكا طالعين بحال الشوك، تنحاولو نقيوهم تنمشيو العكس ديال هما تيكونوا نابتين بحال هكا، حنا تنمشيو بالموس مع العكس ديال الاتجاه ديالهم فاش نابتين.
تنقطعوا هاد البليصات من هنايا، هاد الوراق هاد من البلاصه اللي تتكون شي شويه فيها الوراق كثار وما غليظاش، تنحاولوا نتخلصوا منها. فهاد الخرشوف عنده استعمالات اخرين، عنده استعمالات طبيه، كاين الناس اللي تيطبخوه على حساب الناس اللي عندهم امراض السكري والناس اللي عندهم مشاكل واضطرابات في الجهاز البولي، فراه تيطبخوه وتيشربوه. انا الصراحه ما عمري استعملته، ولكن سمعت باللي عندي هذه المعلومه باللي هو عنده فوائد صحيه. تتنحصلوا على هاد العصات الخرشوف بحال هكا، تتبقى نقيه ما تبقى فيها لا شوكلا والو، تنقيسوها ما تبقى فيها لا شوكلا والو. وكاين شي خيوطه هنا تا هما، تنبقاو نشدو من هنايا ونجرو، من بعد تنقطعو على حساب العبار اللي بغينا. نعاودو معكم وحده، فهو كما قلت لكم تيكون هكا، هو تمشيو باتجاه العكسي ديال داك الشوك اللي تيكون كما قلت لكم نابت هو بواحد الاتجاه نازل بحال هكا، حنا تنمشيو مع العكس ديالو، فراه داك الشوك تيكون تيدوك، خصكم تردوا البال منه شويه. تنجروا هاد الخيوطه هادو اللي تيكونوا هنايا. فهذا راه ما عندي الخرشوف انا طري، ما عنديش كبير بزاف، فراه تيكون واحد الخرشوف اللي تيكون كبير بزاف تيكونوا فيه الخيوطه بزايد، هذا راه ما فيهش الخيوطه بزاف. هادشي اللي كاين نديروه يتسلق، ضروري هو يتسلق، ما تنخدروش به هكا، ضروري يتسلق. ها هما الخيوط اللي دويت لكم عليهم، هما هادو. الا كان الخرشوف كبير بزاف فراه تيكونوا تتحاولوا دير لهم بحال هكا بهذه الطريقه هذه، غتحيدوا معكم. تنسلقوه كما قلت لكم، عاد نخضروا به اللحم حتى تيقرب يطيب، عاد نخضروا به اللحم، ما تنخضروش به بهذه الطريقه هكا، فراه تيكون تيجي صعيب في الطياب. ورجعوا معكم، ورجعنا لكم. شوفوا الطويجين ديالنا فين وصل، فبعد ما انايا تشحر معايا فراه ضفت ليه واحد شويه الماء، بان ليا ناقص من المرقه، فراه الطاجين من الاحسن ما تضيفوش ليه الماء، ولكن الا شتوه شرب. فانا الطاجين عندي باقي جديد، باقي الله خدمت به تقريبا شي جوج مرات ولا ثلاثه، فراه تيشرب الماء. الا كان الطاجين طايع وجديد فراه ما تيشربش الماء، تخدموا بالمريقه اللي تطلق البصله ومطيشه، ما ديروش نهائيا المرقه في الطاجين. هادي انا قاعده تنديرها ديما، تنخدم بها في الطاجين ديالي، فراه انا خدمت معكم فيديوهات كثيره بالطريقه ديال الطاجين، وتنقول لكم ما تضيفوش الماء، فراه تيطيب الطاجين بلا ما نهائيا، تكتفيوا فقط بالماء كما قلت لكم تطلق الخضره. هادشي اللي كاين، ولا كان عندكم طاجين بحال هكا تيشرب الماء مازال ديال الطين باقي ما طايعش، فمن الاحسن تضيفوا الماء، ولكن غير شويه تكتفيوا بالقليل فقط. وفي هذه المرحله هذه بعد ما تتكون نزلات معايا ديك البصله وما طيشه وكل شيء تقريبا تحر مزيان، تنضيفوا البصله طرونش، عذرا فانا راه شاده التليفون بيد وتنفيلمي باليد الاخرى، تنفيلمي وقابضه التليفون بيد عفوا، فراها شحال حاجه تطيح مني. وكذلك في هذا الاثناء تنضيفوا الجلبانه، فالجلبانه اختياريه، تقدروا ديروا البطاطا مع هذا الخرشوف، تقدروا ديروه مع البصله بوحدو، تقدروا ديروا مع الجلبانه، تقدروا تضيفوا شي خضره خيزو اللي بغيتوا، فهو تيجي مع البصله بوحدو. فانا حبيت ندخل كاضافه ندير جلبانه وندير الزيتون البلدي في الاخر، ليكم الاختيار. فهاد الطاجين تيكون لاباز ديالو الخرشوف، بغيتو تدخلوا معاه شي خضيره اللي تيبغي وليداتكم ماشي مشكل. فانا ضفت الجلبانه حتى هي، بعد ما تطيب الجلبانه تتنزل وتتبقى تبان البصله، من بعد فاش تيطيب الخرشوف تنضيفوه من الفوق، وتكون المريقه وصلت
لدرجه الختوريه اللي بغينا، ما يبقاش الطاجين فيه المرقه بزاف، زائد هذيك الجلبانه الطيب والبصله، وهذا الشيء اللي كاين في الاخر تنضيفوا الزيتون كاخر مرحله هو الخرشوف، ورجعوا معكم. الخرشوف ديالنا فين وصل؟ فهو بعد ما درته في هذا الاناء هذا تيتسلق، فرا كما تتشوفوا راه بدا الماء تنقص عليه، فاحنا مره مره تنقلبوه بالموس الى لقينا طاب تنصفيوه ونخدموا به، ورجعوا معكم. ورجعنا لكم التقديم النهائي ديال الطويجين ديالنا. فكما تتشوفوا هذا هو الطويجين ديالنا، تيكون جا على هذا الشكل. فرا الخرشوف هاد الخضره الموسميه حاولوا تستغلوها في هذا الوقت ديالها، فرا تيجي واحد الطاجين اللي زوين كما قلت لكم صحي. الخرشوف راه صحي، تيجي على هذا الشكل. ضفنا ليه الزيتون البلدي وشويه الربيع كتزين وشويه ديال المصير، والمريقه كما قلت لكم بقينا حتى درناها في هذه الدرجه هذه وصلت لهاد القوامه كتكون خاطره المرقه ديال الطاجين، مرفوق بواحد السلطه مغربيه بالزيتون بمطيشه والفلفله والبصله، ومزينه بالزيتون. وهذا الشيء اللي كاين، تنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. وهذا الشيء اللي كاين ما تنساوناش من الدعم فضلا منكم وليس امرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.